معلش معلش، بس اكيد في ناس كويسين في المدينه دي، هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم. يلا بينا. بابا انت متاكد اننا مختفيين؟ طبعا يا ابني مختفيين، احنا شياطين يا ابني. يلا، اشمعنى خايف ليه؟ عشان امن الدوله. امن الدوله ماله يا ابني ومالنا؟ انا سمعت البني ادمين بتقول ان امن الدوله عارف الشيطان بيعمل بيبي فين. انا اتكسف. خلاص امسك نفسك يا ابني لغايه ما نخلص المهمه. يعني احنا مختفيين؟ مختفيين يا ابني. امال انا شايفك ازاي يا ابني؟ احنا شياطين انت اهبل؟ شياطين، احنا نشوف بعض هم ما يشوفوناش. اوكي اوكي على البركه يا بركه. ما اقصدش والله. والله انت بتروح جوامع من ورايا يا واد ولا ايه؟ يا احلف يا والله. ها والقرون دول اللي على راسك يا بابا. يلا بينا يلا بينا. يخرب عقلك يا جنرال. ايه ده؟ الحقيقة معلمة مكتوب ايه في الجورنال؟ ايه؟ بيقول لك قال ايه؟ مطلوب عروسة. طب ابعت مواصفاتي. انا يا معلمة. ألف ب كافي ايه؟ أبكي. أبكي يا جنرال. ألف أنيكا. السلام. ب بقرة. بشوشة. الله. كاف. كلبة. كروية الشكل. الساحرة المستديرة. ياه يلا تعالى. نسيت حاجة يا معلمة. ايه؟ واو ايه؟ والنعمة كدابة. فين غلة النهاردة يا جنرال؟ ايه يا معلمة الغلة اهي 20,000 جنيه كلهم برايز. بس هي الغلة خست كده ليه؟ امال لو ما كانتش البلد خربانة والناس نازلة دب بعديها. كله مش زفت كباشا. ماله الطين؟ طين على دماغه ودماغ اهله. الواد امبارح رجع لي اخر النهار بقول له فين الغلة؟ قال لي ما سرقتش. يا نهار اسود، يعني ايه ما سرقش؟ انا سألته السؤال ده برضك يا معلمة، قال لي ضبه. ضبه؟ ضميري بيوجعني. يا نهار اسود تاني، يعني ايه ضمير؟ وده ليه له امتى؟ والله ما اعرف يعني ايه ضمير اصلا يا معلمه. الكلام ده ما ينفعنيش. الزين مين اللي لعب دماغ الواد ده؟ جيم نون الف. نون الف نحو الاميه. الواد بيروح نحو الاميه. بتوع الف به تيه. الف به تيه، وطبعا عارفه ان الف احترس من التدخين. بيه. بلاش تضرب مخدرات. بيه. تعال انتو ولود الحرام. ولود الحرام. ولود حرام. انا الكلام ده ما ينفعنيش يا جنرال. انا حكايه بتاع الواد ده خلاص. الواد ده دم ما بيسراش يبقى تهيه. تهيه؟ تقطع يده. انزروا. اموت في الانحراف. يه الف يه الف يه الف. يعني ايه؟ يا نهار اسوح يا نهار اسوح. ما بيسرقش هيقطعوا ايديه؟ هي دي المدينه الفاضله؟ ايوه هي دي، اسمها يوتوبيا، والحاره قدامكم هي مكتوب عليها يوتوبيا. يوتوبيا دي ولا مش يوتوبيا؟ خلاص خلاص خلاص. أكيد في كل مكان زي ما في ناس وحشين أكيد في ناس حلوين، هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم يا ولاد. صح يا بابا. يلا ماشي. جميلة جميلة. أنا آسف يا جميلة. ما تقولش آسف، أنت مش بني آدم، أنت ندل ندل. والله يا جميلة اللي حصل ده غصب عني، أنا ما كنتش في وعي بصراحة. ما كنتش في وعيك يا جميل؟ طب أنا ذنبي إيه يا جميل؟ ذنبي إيه؟ عينة تانية من يوتوبيا أهي. مالها؟ ما زي الفل أهي وكويسة. زي الفل ازاي؟ انت مش سامع البت دي بتقول ايه؟ دي منحله وابوها ما ربهاش وتستاهل الحر. ما نقول بالمره بقى ان احنا نقيم عليها الحد يا بنت. يا بابا مش قصدي، انا قصدي بس اقول لك ان هي شريره. بالعكس دي طيبه جدا. هي لو ما كانتش طيبه ما كانتش حست بتأنيب الضمير. واضح انها خايفه من العقاب السماوي، عشان كده بتأنب نفسها هي والواد لهبل اللي معاها. هم دول الناس الطيبين اللي احنا هنشتغل عليهم. يلا بينا. يلا جميله حاولي تنسي. طيب يا جميل. انسى ازاي يا جميل؟ ده انا عملت اللي عشان اوزع ابويا ويسيب لنا الدكانه فاضيه شويه ونعرف نقعد مع بعضينا. تقوم تقعد معايا ساعتين تحت البنك ما تقوليش فيهم ولا كلمه قبيحه. ايه ده؟ ده ما يجيش في دماغي انا اساسا. ده انا ايه استنيت اللحظه دي يا جميل؟ اللحظه اللي الاقيك جاي عليا فيها وتبص لي بصه سافله. بس يا خساره طلعت بقف. ليه كده يا جميل ليه؟ طب اعمل ايه يا جميله؟ انا كنت فاكرك مؤدبه يعني، ما اعرفش انك كده. وانا كنت فاكرك بتفهم. طب خلاص اللي اتكسر يتصلح. لا اللي متصلح هنكسره وهبص لك بصه سافله اهو. بقي اهو كده الكلام يا قفلي. يلا بينا. استغفر الله العظيم. ايه ده بابا بيعملوا ايه؟ بس يا بت انا مربيك عيب. هو واضح كده ان احنا فهمناهم غلط خالص. قصدك اننا منحوسين؟ طب بقول لك ايه؟ ما نشوف حد تاني ولا اقول لكم؟
تانية. بالعكس، هي دي المدينة اللي احنا هنشتغل عليها وكبرت في دماغي، وانا ما بتكبر في دماغي انا دماغي دماغ شياطين. هم دول اللي هنشتغل عليهم. بص يا بت، نعم. فتنة. اكيد البت اللي ورا البنك ده ليها اب. انا عايزك تستخدمي اسلوبك وتجيبي لي ابوها على هنا. حاضر، بس وسعوا كده، يلا بينا. لا حلو، حلو هشاوي صحيح. كفك وهشاوي راح فين؟ لا ده كان قاعد جنبي. يمكن انا لفيت غلط. الله الله الله، طب ايه بقى اللي جاب البيت في الخمار؟ مغشوش انت. اديني جبتهولك اهو. حلو، وسوسوله ان هو يروح يشوف بنته. أكيد هيشوفها في الوضع ده، لا يقتلها لا يقتلوا لا يجوزهم وبعدين يطلقهم وبعدين يقتلوا بعض. لازم يبقى فيه شر. اشتغلوا. روح شوف جميلة. جميلة لوحدها في المحل. روح شوف جميلة باعت ايه النهاردة. يا ترى بتعمل ايه في قلب المحل؟ ما هروح اطلع البنت جميلة واشوفها باعت ايه بقى. يلا. ده عم سرحان يا فضحتي. ايه اللي انا شفته تحت البنك ده؟ عم سرحان ارجوك افهمني. افهمك ايه يا جميل؟ انت بتطعن في ظهري، بتخني وبتلعب بدلك مع بنتي من ورايا. يا دي الديل اللي شابكينه في اي حاجه. ليه كده يا جميل؟ ليه كده؟ قول لي ليه؟ ده ايه يابا؟ هو انت كنت شفتنا بنعمل حاجه غلط لا سمح الله؟ امال يا بنت كنتوا بتعملوا ايه تحت البنك يا بنت؟ كان بيحط لي قطره، حط لي في العنجي وكان فاضل اللي عندي. طيب مش تقولوا كده من الصبح. خلتوني اظن فيكم زن بطال. اللهم اخزيك يا شوشو. وبقيت شوشو. انا بقيت شوشو. استغفر الله العظيم يا عم سرحان. شفت الناس بتظن في بعض ظن مش حلو ازاي؟ شفت؟ معلش بقى ما تاخذنيش يا ابني، برضو انت عارف ان انا اب، عارف الاب اللي يخاف على بنته قد ايه. طب. وانا والحمد لله بعود بنتي على الادب والاخلاق والفضيه من صغرها. يعني تقدر بنتي مثلا يعني تطلع كده يعني البيت بعد الفتح؟ ده كان يقطعني حتت ويرميني للقطط. سامع. ونعم الاخلاق والفضيله. طيب حيث ان عجبتك الاخلاق بقى، انا هسيبك وتحط لها قطره في العين الثانيه. بس يا جميل، جميل اخويا مش هوصيك بقى. ما تخافش يا عم سرحان، دي بنتك دي فوق راسي والله. تمام، هسيبك انا بقى وتستمتعوا كده. نايس طيب، وقت سعيد. يا راجل يهبل. يلا بينا. يا بابا، يا بابا انت متأكد ان احنا شياطين؟ مش عارف يعني. بس ما تقلقوش. ايه ده؟ انفعل. ايه ده بابا في ايه؟ انفعل يا. ايه ده بابا؟ انفعل ولع الدنيا حواليك يا. قال ايه؟ بيقول علينا احنا شياطين. احنا شياطين؟ ايوه كده. يا ناس انت فين يا دي؟ يا ناس انا بقى قتل 2-3 النهارده كده عشان دماغي رايقه، والمصحف كنت بعرف افتحها. النبي سقف للنبي يا اخوانا كده، سقف للنبي. الله اكبر. انت فين يا دي؟ يا ناس انت مين يا دي يا كلب انت؟ انا النص. انت مش النص اللي انا عايزه. انا النص التاني اللي انت عايزه. وانت ايه بقى يا؟ هتدخل على جزئين؟ والجزء التالت هينزل في رمضان. طب تعالى بقى حلاوة. لحظة خش يا دي انت جوه عشان في كلام ناس كبار. انا خايف. خش بقولك. يا تعالى يا دي. عايز اسالك. خد يا. ايه ده؟ انا جاي النهارده ده اعمل معاك واجب السنين. ومش مكفيك اللي انت عملته قبل كده وانا غريب يا سلخاوي؟ يا بحبك يا. I love you. I love you too. الحقوا واحد جايب واحد صاحبه عشان يعمل معاه واجب السنين. قلت لكم هنلاقي ناس طيبين وبيحبوا هيعمل معاه واجب، دول اللي نشتغل عليهم. يلا. يلا. زي ما انت يا. يلا بقى عشان الصوره تطلع حلوه. ده دم يا. وهروح ازاي؟ انت ساكن فين يا؟ في الهرم. اركب من الجيزه وروح عادي، انت هتشتغل نفسك.
وهو انا تايه وبسالك على الموقف؟ امال انت عايز ايه يا؟ اروح لامي كده ازاي اسال اخوي كل يوم متعور منك يعني؟ هتروح لامك يا انت هتفضل طول عمرك جبان؟ انا عايزك قلبك ميت. قوم اقف يا. انا واقف. قوم اقف. خد المطوه دي. لا بدرس. يا دي امسك المطوه يالا. يا عم لا بشعر. امسك خلص. اهو. عورني في وشي. يا نهار اسود ما اقدرش. خلص عورني. ما اقدرش انا. طب هات قول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره دي. ضاع من عمري سنين في الخوف. ضاع من عمري سنين في الخوف. تمام خلاص. انت مفيش امل منك يا. ليه طيب؟ على الطلاق ما في امل منك. بتعمل ايه يا مجنون؟ تعالى يا عم حقتني. هو احنا في فيلم ابراهيم الابيض يا جدعان؟ انا اتخنقت، انا جالي احباط، جالي احباط. ما تقلقوش يا ولاد ما تقلقوش، انا هغير الخطه. احنا هنلبس لبس البني ادمين وهنظهر لهم زيهم بالظبط وندس في وسطيهم. اول حاجه هنعملها ان احنا نخليهم يبقوا مؤمنين. ايه؟ ابليس هيهدي الناس؟ القيامه قامت، هنتسخط. انت بتقول ايه؟ قول بقى انك بقيت مؤمن، قول انك مؤمن. ابليس بتاع معصيات مش بتاع سندوتشات. احنا هنخليهم يبقوا مؤمنين الاول، وبعد كده نقوم وسوسين لهم يرجعوا تاني كفرة ونمارس شغلنا. يا ابن الايه يا بابا؟ ده انت طلعت عفريت يا ابن القرون. دي على ابليس مش واي فاي. يلا بينا لاخر مرة هنضحك الضحكة الشيطانية. واحد اتنين تلاتة. صدقوا دي احلى. احنا هنعمم الضحكة دي عند كل الشياطين. قولي. تمام قول. ايه احنا شياطين؟ بس رجاله. قول ورايا. هي 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 هو 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 هي 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 يا سفله. يا اخيرا نزلت كوكب الارض، هموت واشرب شيشه. يا ابلوس شطاوطو فينك يا جدع؟ بقالي شهر بوسوس لوحدي. يا ابني انا كنت مسجون. ليه قتلت؟ انا ما بقتلش. يبقى سرق. ما بسرقش. امال مسجون ليه؟ شهر رمضان يا جدع. صدق احنا بنفرح بالعيد ده اكتر من المسلمين. انت مالك يا ابني متضايق ليه؟ يا عم الناس مش سايبانا في حالنا، كل واحد ياخد له واحده في اي مكنه تقول له خايفه الشيطان يضحك عليا، خايفه الشيطان يضحك عليا. اضحك عليها ليه؟ انا شغل فيلم الاسماعيل ياسين واضحك براحتي. عارف يا ابني، تعرف ان البني ادمين دول هم اللي حسدونا؟ من ساعه ما قالوا الشيطان شاطر، الشيطان شاطر وانا قاعد بعيد في تانيه ابتدائي. سلام يا عم. راح فين؟ عندي درس كيمياء خلص واجيلك. وانا هوصل مشوار واجيلك. هتروح فين؟ راح استشوار قروني. طيب يلا سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. وانت كمان. لا اله الا الله محمد رسول الله. سلام. تعالى يا معلمه اقول لك على حساب الغله اللي سرقناها امبارح بما يرضي الله. قول يا جنرال. بص بقى يا معلمه، احنا سرقنا امبارح 100,000 جنيه، انا خدت منهم 70,000، يبقى انت ليكي كام؟ سه الف. سه الف؟ ثلاثة الاف. جاني يا جنرال. الله ينور عليك. الو، ايه يا حماده؟ ايه يا حبيبي؟ طبعا بحبك وبموت فيه، ده انت اكتر واحد بحبه في الدنيا دي. يا نوس يا نوس يا نوس. انت فين يا ده نوس؟ عايز ايه؟ تعالى ياد هنا ياد، انا نويت والنيه خالصه لله ابقى بلطجي. نهار اسود ومنيل مكسل خبح لحياتنا والنبي. ياد سلخاوي ايه ياد؟ ده كمان ياد، ده شبه الزعافه. ياد انا عايزك تركز معايا، انا خلاص عملت سكه جديده في الاجرام. عملت ايه؟ عملت اكون على الفيس وصوره الكفر علشانك يا يارا انا لبست لك النضاره. طب وانا فين في الكفر ده؟ امسك النضاره وروح اقعد مع اختها ساره. لا خف اقعد مع ساره لوحدي. لا ياد بص ياد، انا عايزك ياد تبقى زيي. ياد عايزك تبقى زيي زيي. حاضر. اوه انا حاسس ان انا دجاجه. دجاجه؟ انت هتنقر معايا ياد؟ لا ما اقدرش انقر معاك. بص ياد انت مفيش منك رجا، انا عايزك تقول ورايا. انا مش هخاف المره دي. انا مش هخاف المره. انا ضاع من عمري سنين في الخوف. انا ضاع من عمري مش كده. امسك ياد، انت شكلك هايب اللحظه، ادهني في وشي. انا كتير. لا ده شريط شيرين الجديد ياد، ادهني في وشي. هو انت ناقص يا سيدي معلم؟ ياد اخلص، خد اشاره البيت. يا ابني المفكوكه، علمك تعلم عليا؟ انت اللي جبته لنفسك بقى. الله الحق ناس يا
عليا يا سلخاوي. مين اللي عورك كده يا؟ الواد النص واحد. انت انا اللي عورته كده؟ يا ابن المجنون انت عبيط. طب ادونا فرصه بقى من النهارده في السلخاوي. انا السلخاوي. انا اللي قتلني يا انا اللي عورني اقتله يا. اتشاهد على روحك يا. اتشاهد يا على روحك. يا عم انا مسيحي. ما قلتليش ليه يا؟ عاملها لك مفاجأة. تعالى. انا خلاص بقى انا جعان، انا هسلق الواد ده واكله. وحشي رز. ولا اقول لك فريك عشان يبقى كريسبي كده. من عينيا. يلا بينا. يا دي الاخبار اللي ما تسرش يا معلمه. خير يا جنرال. بيقول لك بقى قال ايه، من كثره ما يعانيه الشباب من الفقر والبطاله، نصف الشباب بينتحر من فوق كوبري قصر النيل. لا اله الا الله. والنصف الاخر يتحرش بالبنات في الشارع. يتحرش بالبنات في الشارع؟ اني شارع؟ استبحثت عن السكان الجداد. استبحثت يا معلمه وجبت لك كل الديتيلز والتفاصيل. جيف مي. بص يا معلمه، الناس دي مكونين من شين عين. شين عين؟ شيخ وعياله، ولد وبنت. طب ما حلو الشيخ، ما منوش اذى يعني. لا منه يا معلمه منه، انت فاكره الشيخ اللي جه قبل كده وقعد يلعب في دماغ العيال لحد ما عصاهم علينا؟ حق يا جنرال، ده لو طلع زي الشيخ اللي قبليه يبقى هنون. هنون؟ هنغسله ونكويه. انزراف. اموت في الانحراف. بتقول ايه يا تامر؟ مش سامع يا حبيبي ايه؟ طيب هقول لك. اخرق انت يا تافه يا كلب. خلاص بقى يا عم الشوح. هقول لك. عايز ايه؟ بص بص يا سلخاوي، الواد اخويا الكبير ده اسمه هادي، الواد ده شغال مدرس. انا بكره المدرسين كلهم يا، مش دول بتوع قطتي الصغيره اسمها سميره وخدها الكوت مشمش وزنقها في الجزيره؟ مش هم دول؟ اه يا عم فكرتني. اه صح هم دول. انا بقى لو شفت مدرس هموته يا. بص انت مدرس يا؟ يا عم مدرس ايه؟ حرام عليك بقى، انا صاحبك من زمان يا سلخاوي لسه بتفتكرني دلوقتي. طب عايز ايه؟ بص الواد ده ما ينفعش اتعلم عليه. قول لي ليه بقى؟ ليه؟ لان البنت اخته الدكتور هتزعل منك. ليه؟ اللي هيزعلها هيخش النار. ليه؟ البت دي خدودها بيضة والقطنه ما بتكدبش. البت دي اسمها ايه يا؟ هدى. بيقولوا انها دكتوره. عارف لو شفتك في يوم بتبص للبت دي ولا بتتكلم معاها هعمل فيك ايه؟ صدقي بقى عيب عليكي، عشان انت عارفه ان انا مش بتاع الحاجات دي خالص. وبعدين فكيني بقى، انت هتفضلي ربطاني وتعملي فيها الحاجات دي لحد امتى؟ يلا بقى عدي عليا بالليل شيخه. الو. ايوه يا زياد يا حبيبي. والبت دي بتنزل امتى بقى ان شاء الله؟ كل يوم في نفس الميعاد ده بالظبط. يا اهلا وسهلا يا ست بجعه. بحيره البجعه كلها ما شاء الله. وانتوا هتقعدوا بقى فتره كبيره معانا هنا ولا هتعملوا ايه؟ يعني على حسب ما نستريح في المنطقه. لا ده انتوا هتستريحوا في المنطقه دي اخر راحه، عشان انا العرباجي بتاع المنطقه دي لو حد كلمكم هموته. انا عندي جثث كتير مش عليها جوه يا دكتوره، لو عايزه جثه تشرحيها تعملي المحل. عايزه ايه؟ جثه؟ اه لا انا مش دكتوره زي ما انت فاهم، انا دكتوره في الادب. في ليه؟ في الادب. يعني امك يا اختي، يعني انت ضيعت عمرك ده كله عشان تتعلمي الادب؟ اه. طب وما ربيتهاش ليه؟ وفرت عليها الدعم ده كله.